طب بعد فترة بقى من مسيرتك بقى في الكورة، انت دلوقتي قلت لي انك عندك تقريبا 37 او 38 سنة، 38 سنة. 38 سنة، بعد بقى كل ده حاسس انك حققت اللي انت عايزه في الكورة؟ طبعا الحمد لله، طبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى كل اللي انا كنت بتمناه. اكيد بص يا روزان، في حاجات في حياتك انت نفسك تحققها. انا لحد النهارده شغال، يعني متواجد وشغال، وكل يوم بيبقى عندي طموح اكتر جديد ودافع اكتر، مختلف وانا كمان. بجدد طموحي وبجدد دوافعي باستمرار، لان الشخص اللي قدامك لو انا ما عنديش الملكه دي مستحيل استمر في الملعب حتى 38 سنه، مستحيل. طبعا مستحيل، واحد لعب دوري ممتاز وعنده 26 سنه، ف انت لعيب كبير يا كابتن لا، يعني. بس ان انت توصل دوري ممتاز طبعا وانت 26 اكيد سنه، ناس اكيد بتقول، ناس حصل. بتوصل ل 26 سنه يقول لك خلاص انا بطلت كوره، انا خلاص ممكن ييأس يفقد الامل، لكن كان عندي اصرار وعزيمه ان انا هكمل في المشوار ده لحد النهايه. ولحد النهارده بجدد طموحي، بجدد دوافعي، وراضي جدا عن كل خطوه فاتت، لكن برضو عندي جوايا طموح ان انا احقق حاجات تانيه اكتر، سواء في الكوره او حاجات مرتبطه بالكوره او بعد الكوره. لا، طول ما فيها نفس انا عندي الطموح والدافع والامل ان انا اشتغل واحقق حاجات اكتر. بالتوفيق ليك.